من العجائب اللي تنجموا اليوم في البلاد، فما شكون يقول لك لا مش عجائب، رانا تعودنا احنا عادي نهار نقوم ونلقاو كائن فضائي هابط يحوس بحذانا يقول بربي سامحني من الدويرة عادي، معناها ما فما حتى مشكل من هذا الكل، ما يقلقناش. اليوم عاش نستغربوا في وقت من الأوقات اللي يجي يحاول يحب هكا ناس تخترع تعمل، يولي إفراط في التفكير ويولي شبيه وعليه ومن غادي وكيفاش، واسمع اللي ما سمعش، كان واحد صنع درون مشى يبدا ماشي جاي، تصنع في درون لاباس في مخك، كان واحد فهمتني قام شاف حلل للفيبر اوبتيك وما نعرفش شنو فاش يعمل وقاعد من المعلومات والدنيا. تو مؤخرا الوليد نتاع السواسي اللي حكينا عليه وقلنا جاي معناه حاجه وفرحنا، واذاعات تحكي وتلافز تحكي بشرى للناس الكل، اللي مشى معناها خلق بديل نتاع اعلاف وقال ايجا ننقذوا رواحنا في وقت اللي عندنا مشكل نتاع اعلاف، اني رجعت نحكي عليه شويه اخرى. تتداول اخبار انه جا وقالوا له ما عندكش ترخيص. يا توانس يا اللي قاعدين تفرجوا شنو، حب نفهم يعني الترخيص هذا اللي شدته مدام لميا او مدام ما نعرفش شنو او سي عبد السلام اللي قاعد في البيرو اللي يخدم في خدمه ماهوش فاهمها شنية، في شنو قاعد يخدم، في شنو قاعد يعمل فيها، وترخيص وهو منه وصعب على الناس. كان مشى مشيخ وقرض من بي تي اس مسكن الساعه اللي يصرفوا على القرض، قال لي نحكيها لكم الساعه هذه. مؤخرا مواطن مشى يطلع في تصاور وواحد يحضر في روحه، مشى يعمل في مشى ياخذ قرض من البي تي اس، الشبان وتشجيع وملف راه قد هكا وراق على بعضهم، وهي وفر الارض وفرت راه الضمانات راه من هنا مشى ياخذ 6 ملايين، مش ياخذ 6 ملايين هذا فضيحه، معناها الساعه صارت وماشي وجاي، وساعات يلقاها مدام لمي ولا ما يلقاهاش. جاء الشاب مشى وحده وبدا يطلب شويه تشجيع، جاء وقالوا له لا ما عندكش ترخيص، اشكونكم انتم اللي تعطيو في التراخيص وعلى انا مقاييس وشنو هذا، شنو تحبوا معنا نقعدوا مكتفين يدينا نتفرجوا فيكم، نتفرجوا فك الادارات الجهويه نتاع الفلاحه اللي ما تعمل في حتى شيء، ما فهمتش ان تزرع في النعناع والحبق وكشويه ما نعرفش شنو عليق هكا في الرمبوانات، شنو تعملوا، شنو تعملوا اليوم، معنا كان الفلاح استغاث ما فما حتى شيء، ناس وصلت جابت البقره نتاعهم وخفتكم قدام ولايه احليب مبزع ما نعرفش شنو، وين ماشيين بهذا الكل. نظن من الرسائل نجم نقدموها للشبان، وفي وقت من الأوقات العقل التونسي والمفكر والمدرسة التونسية والوعد اللي هو ما أنا يخدم ونهارت اللي يخمم باش يعمل بروجي نجي نحطه العصا في العجلة، واصلوا بسيستم هذا الإدارة التونسية محلاكم اللي مازلتوا بالورق، ورد بالكم حد يكلمكم خاطر كان نكلموكم تصبحوا من غدوة مضربين وكيفاش والمؤسسة وشنو وفاش قاعدين تعملوا والنقابة تندد ومن غادي وندد ويلزمنا أخويا ما ندوروش بكم ما نكلموكمش. برا نشوفوا هك الصفوف اللي قدام البوسطة قدام الكنام قدام السينار بي اس، ونشوفوا هك المسيكنات اللي ماشيين ياخذوا في شهريهم، وتو هاي جاي عادك الإعانات عاد هاو جاي برشا عاد ذوكم هاو جايك الإعانات تو عاد وش نشوفه. ربي قدر الخير وبر نتعداو الخبر الموالي.